نظم معهد ناصر إفطارا جماعيا للمصابين الفلسطينيين لمؤازرتهم خلال رحلة علاجهم في مصر، وذلك بحضور موسع لعدد من المسؤولين. يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. في إطار الدور المصري لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، نظم معهد ناصر إفطارا جماعيا للمصابين من الشعب الفلسطيني الشقيق لمؤازرتهم خلال رحلة علاجهم في مصر، وذلك بحضور موسع لعدد من المسؤولين. بنرحب بجميع ضيوفنا في حفل إفطارنا الجماعي. الفرحة النهاردة فرحتين، فرحتنا بحلف يمين فخامة الرئيس لولاية جديدة، وفرحة العاملين والمرضى والزوار والعاملين في معهد ناصر والقيادات وزارة الصحة. الحقيقة يعني كان عرس جميل جدا. الحفل ده له طابع مميز شوية، وهو وجود كثير من أشقائنا الفلسطينيين اللي وصلوا لنا كمصابين ومتضررين بعد أحداث غزة السابقة، ودول كتير منهم موجودين في كتير من المستشفيات، منهم اللي في معهد ناصر، منهم موجودين عندنا في مستشفى العجوزة برضو. حدث اليوم يأتي تأكيدا على تقديم الدعم المستمر والإغاثة الفورية للأشقاء الفلسطينيين داخل وخارج البلاد، وبالتوازي مع ما تقوم به الدولة من حماية الأمن القومي إلى جانب ترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال حفل تنصيب اليوم. أنا نشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشدته، وبعدين أنا وصلت على مصر واستقبلوني بأحسن استقبال، ورجلي كده بدأت تنبتر، رجلي أنا كانت تنبتر من فوق، والرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ما تنبتر لحقها بآخر لحظة، خلى مستشفى معهد ناصر تعالجني. أكيد إحنا بنقدم لهم الشكر الكبير إنهم استوعبونا وفتحوا لنا مجال إنه إحنا نيجي نكمل علاج لبنتنا، وحاجة تانية انهم قالوا فيها يعني سمحونا نيجي عشان نشعر بالامان. انا موجودة في مستشفى معهد ناصر بتلقى علاج فيه، طبعا انا مش حاسة حالي بغربة لاني بين اهلي وبلدي، برضه كلنا ايد واحدة، ومصر ما فيش بيننا حدود ولا بيننا اي كلام. هذا شعورنا مبسوطين جدا، يعني باعتبار ان احنا بين اهلنا، يعني احنا بالنسبة لنا يعني مصر يعني باعتبار اهل، يعني احنا غزة اهل غزة يعني بيحبوا المصريين. افطار اليوم يعكس اهتمام الدولة بتقديم كل اشكال الدعم والمساندة للاشقاء الفلسطينيين للتخفيف من حدة الاوضاع التي يعانيها الشعب الفلسطيني الشقيق، مع التأكيد على استمرار تقديم المساعدات الانسانية المختلفة عبر معبر رفح البري لايصالها الى قطاع غزة. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري.